للحديث عن أزمة الغذاء وارتفاع الأسعار في العراق وانعكاساتها على العراقيين، معنا عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر، مرحبا بك بداية. إلى أي مدى تتحمل الحكومة الحالية والأحزاب مسؤولية أزمة الغذاء في العراق وارتفاع الأسعار؟ أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم العراق الكرام. أقول بدءا، العراق ليس بخير والوضع الاقتصادي منهار، وبالتالي بعد 19 عاما من بداية الغزو الأمريكي على العراق الذي بشروا بالديمقراطية، الآن لا نبحث عن الديمقراطية، إنما العراقيون يبحثون عن لقمة العيش فهم يحاربون فيها. لذلك هذه الأحزاب التي صنعها الاحتلال بعد غزوه للعراق أوصلت العراق اليوم إلى حقيقة خطر المجاعة بشكل كبير، وإلى أن ظروفهم المعاشية أصبحت تحت الصفر. اليوم نتكلم عن 40% تحت خط الفقر، وسيرتفع هذه النسبة. هم يتكلمون عن 10 مليون عراقي لا يمتلك قوت يومه. سترتفع هذه النسب بشكل مخيف في الأيام القادمة، لأن هذه الأحزاب سرقت المال العراقي. ولذلك نتكلم عن 1000 مليار دولار دخل إلى العراق من ميزانيات انفجارية. فقط وزارة التجارة لديها تخصيصات ما يزيد عن 144 مليار. كل هذه الأموال سرقتها هذه الأحزاب. فلذلك تتحمل الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال مسؤولية التدهور الاقتصادي، وبالتالي عدم وجود سياسة واضحة، لأنهم جميعهم قد عملوا على أن يرتهن الاقتصاد العراقي ولقمة العيش للأسرة العراقية الأصيلة لصالح المنتجات الإيرانية، فدمروا الزراعة ودمروا الثروة الحيوانية ودمروا كل ما يمكن أن يغيث المواطن العراقي أو يستنجد به، وبالتالي ألقت بظلالها الأزمة الأوكرانية الروسية على العالم. فكيف العراق الذي لا يمتلك أي تخصيصات أو لا يمتلك أي احتياطي؟ كل دول العالم المحترمة التي تحترم شعوبها قالت بلسان واضح بين 6 أشهر وعام كامل أن لديها مخزونا غذائيا، فلا يمكن للمواطنين أن يذهبوا إلى الهلع، وبالتالي عليهم أن يطمئنوا. إلا العراق اليوم لا تمتلك لا تصريحات رسمية ولا أن هناك المعلومات الدقيقة. يوجد في مخازن وزارة التجارة مواد غذائية، مما يرى أننا أمام أزمة كبيرة سيشهد العراق. نعم، في هذه الأيام ربما لا يشاهدها المواطن العراقي، بدأ يتحسسها، لكن في الأشهر القادمة ستكون قاسية. ولذلك من هنا تنبه الميثاق الوطني على أن يلفت الانتباه للشعب العراقي قبل أن يقعوا فريسة هذه الأحزاب، بأن يتحركوا ويضغطوا. طيب، من أجل انتزاع لقمة عيشهم. أستاذ عبد القادر، هل هذه المشكلة هي مشكلة جديدة أم هي متجذرة؟ يعني بعض المسؤولين الحكوميين يعني يقولون أن هذه الأزمة، أزمة الغذاء في العراق، نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، ولكن البعض الآخر يرى بأن القضية هي منذ زمن بعيد، ليست بمشكلة جديدة. أولا حتى نكون منصفين، هذه الأزمة هي منذ 2003 عندما تم سرقة مفردات البطاقة التموينية. لذلك الشعب العراقي يعلم تماما أنه لا وجود لأي حلول حكومية، وبالتالي هذه الأحزاب الفاسدة والحكومات المتعاقبة تتحمل هذه المسؤولية التي تفاقمت سنة بعد أخرى. لذلك لو كان صادقون هؤلاء المسؤولين الذين يتكلمون على أن الأزمة عالمية، لكانوا قد أوجدوا مفردات البطاقة التموينية للعائلة العراقية السنوات الماضية رغم الميزانيات الكثيرة. هم سرقوها وبالتالي يتم توزيعها فتات، والشعب العراقي يشهد بذلك. لذلك الأزمة متجذرة، فضلا على أنه لا يوجد هناك أي سياسة اقتصادية يمكن أن تشفع لهؤلاء وأن يقال لهم أنهم اليوم مر العالم بهذه الأزمة الكبيرة في الحرب الأوكرانية الروسية. لكن أين مخزون وزارة التجارة للأشهر القادمة؟ وبالتالي لماذا هذه ارتفاع الأسعار بهكذا طريقة؟ يعني جميع الدول المحيطة، وسواء يعني من خلال دراسة استقصائية، الدول المحيطة بالعراق وهي أكثر تكلفة من العراق من خلال الاستيراد والضرائب الموجودة عليها، لم تصل المواد الغذائية إلى ما وصل إليه العراق من خلال 10 أيام الماضية. لذلك وسترتفع بالأيام القادمة، لأن التجار عبارة عن مرتبطين بأحزاب سياسية، إلا القليل منهم. هؤلاء يمتهنون الجشع
وبالتالي يريدون التربح على حساب المواطن العراقي. ثانيا، من أحرق المحاصيل الزراعية وأفسد الزراعة في العراق؟ ألم تكن تلك الأحزاب؟ فلذلك الأزمة متجذرة، لأنهم حقيقة اليوم عندما نعيد بالذاكرة السنوات الماضية، كل ما يأتي محصول الحنطة والشعير على وجه التحديد وتعلن أن الزراعة الموجود ربما نصل إلى الاكتفاء الذاتي، يتم حرقها من قبل الميليشيات المرتبطة بإيران ومن توجيه بعض التجار لهذه الميليشيات. لذلك الأزمة متجذرة، وبالتالي عدم وجود سياسة حكومية لتأمين الغذاء للعراقيين هو الذي دفع في تفاقم الأزمة، لأن بالفعل هناك أزمة عالمية، لكن أكثر من سيتضرر في المنطقة فيها هو العراق، والشعب العراقي سيدفع فاتورته. سيد القادر، يعني هذه الأزمة هل ترى أنها يعني أريد للعراقيين أن يمروا بهذه المرحلة العصيبة؟ بالتأكيد هو عمل ممنهج حكومي حتى ينشغل العراقيين بلقمة عيشهم، وكما أسلفت لك أن الاحتلال اليوم ونحن نعيش في أيام الحرب الذي بدأت فيه أول الدقائق في التحام الجيش العراقي مع الجيش المحتل أو جيوش المحتلين، هؤلاء اليوم جعلوا العراقيين لا يفكرون إلا بلقمة عيشهم من أجل إزاحتهم عن المشهد السياسي بالكامل. لذلك القضية قضية ممنهجة، والفساد فساد ممنهج، وبالتالي هم إلى هذه اللحظة لا يأبهون. وقد رأيتم الكاظمي من خلال زيارته إلى مدينة الموصل يعني يتفنن في الكذب، ولم يذهب إلى العوائل الفقيرة وإلى المدن المدمرة وإلى حتى أماكن الجثث التي لا زالت تحت الأنقاض، وبالتالي إلى هذه اللحظة لم يعلنوا كيف يمكن أن يتغلبوا على أزمة الغذاء أو ارتفاع الأسعار الحالية أو يوفرون أقل تقدير، ونحن مقبلون على شهر رمضان. هذا يدلل على أنهم متعمدون متقصدون في إيذاء الأسرة العراقية وإيذاء الشعب العراقي في لقمة عيشه. طيب أستاذ عبد القادر، يعني تخلي الحكومة عن مسؤوليتها الاجتماعية بالتأكيد له تداعيات على المشهد العراقي متوقعة، هل من توقعات لتخلي الحكومة عن مسؤوليتها الاجتماعية فيما يخص موضوع البطاقة التموينية التي تعتمد عليها غالبية العوائل العراقية؟ بالتأكيد هي تداعيات خطيرة على جميع المستويات، وبالتالي هذه التداعيات تلقي بظلالها خلال الأسابيع القادمة، لأنه بالفعل لا توجد هناك أي سياسة حقيقية، وبالتالي اليوم أصبح حتى تأمين عملية إيصال المواد الغذائية إلى البلدان صعبة تماما، لأن العالم كله يعيش في هذه الأزمة، وأقصد هنا أزمة إيصال المواد الغذائية، والعراق لا يمتلك مقومات الذهاب إلى دول أخرى، لأن الدول الأخرى التي تصدر المواد الغذائية أيضا مرتبطة بدول. فلذلك العراقيون لا يستطيع، يعني الحكومة لا تستطيع أن تنوع مصادر استيرادها، وهذا حقيقة سيعكس أن الشعب العراقي عندما تكون هناك أزمة حقيقية سينتفض، وبالتالي لا خيار أمام العراقيين إلا أن يشمروا عن سواعدهم وينزلوا إلى الشوارع من أجل حقيقة الدفاع عن لقمة العيش التي ربما حقيقة نحن من خلال بعض الدراسات ربما ولا نريد أن نقول بهكذا ألم أننا سنصل إلى مرحلة مجاعة حقيقية لم يشهدها العراقيين حتى في فترة الحصار الاقتصادي آبان التسعينات. لذلك حقيقة العراقيون مدعوون للضغط الكبير من أجل انتزاع لقمة عيشهم وموادهم ورغيف خبزهم من يعني من أفواه هؤلاء السياسيين وحكومتهم الفاسدة. نعم، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ عبد القادر النايل، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.